المجلس الاقتصادي من قناة الرافدين، أهلا بكم. ارتفعت أسعار صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار العراقي بشكل طفيف في البورصة الرئيسة بالعاصمة بغداد ومحافظة أربيل. وقال مصدر مالي إن بورصة الكفاح والحارثية المركزية في بغداد سجلت 147,950 دينارا لكل 100 دولار، مضيفا أن أسعار البيع والشراء استقرت في محل الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد، حيث بلغ سعر البيع 148,500 دينار لكل 100 دولار، بينما بلغت أسعار الشراء 147,500 دينار لكل 100 دولار. أما في أربيل فقد شهدت أسعار الدولار ارتفاعا أيضا، حيث بلغ سعر البيع 148,200 دينار لكل 100 دولار، وبلغ سعر الشراء 148,000 لكل 100 دولار. انخفضت أسعار الذهب الأجنبي والعراقي في الأسواق المحلية ببغداد بشكل طفيف، وسجلت أسعار الذهب في أسواق الجملة بشارع النهر في العاصمة بغداد للمثقال الواحد عيار 21 من الذهب الخليجي والتركي والأوروبي سعر بيع 369,000 دينار، وسعر الشراء 365,000. وفيما يخص أسعار الذهب في محال الصاغة، فإن سعر بيع مثقال الذهب الخليجي عيار 21 يتراوح بين 370,000 دينار و 375,000، فيما يتراوح سعر البيع مثقال الذهب العراقي بين 340,000 و 345,000 دينار. تنامت ظاهرة هجرة الفلاحين والمزارعين العراقيين من القرى والأرياف نحو المدن، ولا سيما في المحافظات القريبة من إيران، بعد أن بيّنوا عدم ثقتهم بحكومة بغداد على حل أزمة المياه مع الجانب الإيراني أو توفير دعم للقطاع. وأقر وزير الزراعة الحالية محمد كريم الخفاجي بصعوبة النهوض بالقطاع مع تراكم الأزمات في البلاد، مقرا بوجود تحديات كبيرة أمام الزراعة في العراق مع غياب الدعم الحكومي. ويرى محللون أن اعترافات الوزارة لا تعفيها من مسؤوليتها، إذ أن هناك غيابا تاما للاستراتيجيات والرؤى في القطاع الزراعي. أعلن رئيس السودان أو رئيس الوزراء السوداني الحالي عبد الله حمدوك أن موازنة 2022 ستمضي في نهج الإصلاح الاقتصادي وفتح الاستثمار، لكن اقتصاديين شككوا في إمكانية تحقيق هذا الهدف في ظل التعقيدات السياسية التي تمر بها البلاد. ويرى خبراء اقتصاديون أنه يجب إعادة موازنة إسعافية ربع سنوية إلى حين استقرار الأوضاع السياسية في البلاد. وبحسب بيانات رسمية، بلغ معدل التضخم في السودان خلال شهر أيلول الماضي 365% مقارنة بما هو يشكك فيه خبراء اقتصاديون في ظل تصاعد الغلاء مع ارتفاع أسعار الطاقة وموجة التضخم العالمية. حافظت أسعار النفط على مكاسبها إلى حد كبير مع التشكك أو تشكيك المستثمرين في فعالية الإصدار المنسق بقيادة الولايات المتحدة للأسهم من الاحتياطات الاستراتيجية وتحويل تركيزهم إلى الخطوة التالية من قبل منتجي النفط. وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت بنسبة 12 سنتا إلى 82 دولارا للبرميل، بعد أن ارتفعت بنسبة 3.3%. وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بنسبة 0.1% إلى 78.60 دولارا للبرميل، بعد ارتفاعها بنسبة 2.3% في اليوم السابق. وقال محللون في بنك جولدمان ساكس إن الإصدار المنسق قد يضيف حوالي 70 إلى 80 مليون برميل من إمدادات الخام، وهو أقل من 100 مليون برميل التي
يطلبها السوق. ختام الموجز، إلى اللقاء.